أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثالثة لقسم المساعدين مستوى أول لمادة الإحصاء. طبعا هذه المحاضرة الإلكترونية الثالثة والتي سوف نحكي فيها عن المتغيرات الإحصائية. نأتي إلى تعريف المتغير. ما هو المتغير؟ المتغير هو خاصية قابلة لتغيير أو قابلة للتغيير من مشاهدة لأخرى في المجتمع الإحصائي، مثل الدخل، الجنس، العمر، نوع العمل، الحالة الاجتماعية، التعليمية وغيرها. نأتي إلى النقطة اللي بعدها، أقسام البيانات الإحصائية. البيانات الإحصائية تنقسم إلى بيانات كمية ونوعية وصفية. سبق أن احنا تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة، ولكن زيادة للمعلومة، المتغيرات الإحصائية تصنف إلى نوعين، متغيرات كمية وتنقسم إلى متغيرات منفصلة ومتغيرات متصلة. طبعا المتغيرات الرقم اثنين المتغيرات النوعية أو الوصفية. تعريف المتغيرات الكمية، هي المتغيرات التي تأخذ قيما عددية، لذلك يطلق عليها اسم المتغيرات العددية، مثل عدد الطلاب، عدد العاملين، عدد الحالات السنوية، قيما، العمر، الوزن. المتغيرات النوعية الوصفية هي تلك المتغيرات التي تصنف المشاهدات في عدة مجموعات، تشترك كل مجموعة في صفة معينة، في صفة معينة، مثل الجنس، ذكر أو أنثى، والحالة التعليمية. المتغيرات الكمية المنفصلة طبعا هي المتغيرات التي تأخذ قيما عددية صحيحة ولا تحتوي على قيم كسرية، أي لا توجد قيمة بين قيمتين، هذا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. والآن للتوضيح أكثر عن المتغيرات، المتغيرات الكمية المتصلة هي المتغيرات التي يمكن أن تأخذ أي قيمة عددية في مدى معين، مثل الدخل السنوي أو الشهري أو الوزن والعمر. مقاييس المتغيرات النوعية، نأتي إلى النقطة هذه والتي تتحدث عن مقاييس المتغيرات النوعية، وتنقسم إلى قسمين، واحد مقياس اسمي، اثنين مقياس ترتيبي. أولا المقياس الاسمي، يكون المتغير مقاساً بمقياس اسمي إذا كان لا يمكن وضع أصنافه أو أقسامه في ترتيب معين، وتكون الأصناف في المتغيرات الإسمية عبارة عن أسماء، لذا يطلق على هذا النوع من المقاييس مقياس اسمي، مثل الحالة الاجتماعية التي يمكن تصنيفها إلى أعزب أو متزوج أو أرملة أو مطلق. كذلك نوع العمل الذي يصنف إلى عامل، موظف، عمل حر. كذلك الجنس، ذكر أو أنثى. أما المقياس الثاني من مقاييس المتغيرات النوعية، المقياس الترتيبي. المقياس الترتيبي يكون المتغير مقاسا بمقياس ترتيبي متى؟ إذا أمكن وضع أصنافه أو أقسامه في ترتيب معين، مثل مستوى الدخل، ويصنف هذا مستوى الدخل إلى إيش؟ إلى عالي، قد يكون مستوى الدخل عالي، قد يكون مستوى الدخل متوسط، قد يكون مستوى الدخل منخفض. وتقدير أيضا معدل الطالب، أيضا هذا مقياس ترتيبي، يصنف كيف؟ ممتاز، جيد، جيد جدا، متوسط، مقبول، راسب. نأتي للنقطة اللي بعدها، مقاييس المتغيرات الكمية. وتنقسم هذه المقاييس الكمية إلى قسمين، مقياس فئوي ومقياس نسبي. المقياس الفئوي، يكون المتغير مقاسا بمقياس فئوي متى؟ عندما تكون المسافات بين النقاط في المقياس متساوية. إذا كانت المسافات بين النقاط في المقياس متساوية، هنا يكون نوع المقياس مقياس فئوي، حيث يمكن في المتغيرات الفورية مقارنته، في المتغيرات الفئوية مقارنته. رقم اثنين مقياس نسبي، هذا المقياس يكون المتغير طبعا مقاسا بمقياس نسبي عندما يمكن المقارنة
بين نسب القيم، حيث يمكن في المتغيرات النسبية قسمة قيمها الرقمية بحيث تعطي نسبا ذات معنى مثل الطول والوزن.